وجاء الموعد مع المتابعة اليومية للتلفزيون المصري وفعاليات مهرجان العالمين. ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في أجواء المهرجان لهذا اليوم. نعم هبة، أرحب بك وبشروق وبكل صدى المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة والمفرحة في مدينة العالمين الجديدة، الحالة التي خلقها مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى لاستقبال كل الزائرين وأيضا من مصر ومن الوطن العربي ومن العالم في إطار كل الفعاليات الموجودة والغنية في مهرجان العالمين الجديدة الذي يستمر حتى 26 من أغسطس المقبل. ربما الجديد هو ازدياد عدد السائحين والزائرين لمدينة العالمين الجديدة، وهذا يأتي في إطار استهداف مهرجان العالمين الجديدة لاستقبال وجذب ما يقرب من 1,000,000 زائر خلال فعاليات المهرجان. رصدنا هذا العدد وهذا الازدياد من خلال الممشى السياحي الذي يميز مدينة العالمين الجديدة والذي يمتد بطول 14 كيلومترا ويقدم كل الخدمات الترفيهية للمواطنين من المول التجاري وأيضا من الطرق والنظيفة وأيضا منطقة الأبراج، وهنا أيضا في الشواطئ التي تستقبل كل يوم عدد كبير من الزائرين. أيضا رصدنا هذا من خلال نسبة الإشغال في الفنادق المختلفة وفي القرى السياحية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. فكل هؤلاء السائحين والزائرين يعبرون عن سعادتهم بجمال هذه المدينة العظيمة وينتظرون أيضا الفعاليات القادمة. ربما أيضا الجديد في الفعاليات هو يعني الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق من إدارة المهرجان لجاهزية المكان الذي سيستقبل حفل الفنان تامر حسني في 21 يوليو الجاري. لاحظنا أيضا الأعمال التي تتم لتجهيز المسرح، لتجهيز أعمال الإضاءة والإنارة المحيطة بالمكان، تجهيز أيضا البوابات، بوابات الدخول والخروج، ويعني الدقة في مسألة التنظيم من إدارة المهرجان حتى يتم دخول الزائرين بسهولة ويسر، فضلا عن فتح بالطبع باب التذاكر. وأيضا إدارة المهرجان أعلنت بالأمس عن موعد لحفل الفنان أحمد سعد الذي سيقام في 27 يوليو الجاري، وقريبا سيتم الإعلان عن فتح باب التذاكر لحجز هذا الحفل بعد الانتهاء بالطبع من حفل الفنان تامر حسني. هذا بالإضافة إلى الحفلات التي ستأتي تباعا خلال الأيام القادمة. نتحدث عن مشاركة عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، إليسا، راغب علامة، أيضا الموسيقار الكبير عمر خيرت. فبالتالي هناك فعاليات كبيرة ومتنوعة ما بين الفعاليات الرياضية والفعاليات أيضا الفنية. لازالت أيضا الفعاليات الرياضية التي انتهت منذ يومين تلقي بأصدائها لدى الجمهور الذين يعني نتحدث معهم دائما، يرحبون بكل الفعاليات التي تمت واستطاعوا أن يحضروا هذه الفعاليات كفعالية جيل التحدي الذهبي ولقائهم بالنجوم الكرة المصرية الكبار في هذه المنطقة التي أعدت خصيصا للمتفرجين وللزائرين من خلال المدرجات التي تسع ما يقرب من 2,000 متفرج لمتابعة هذه المباريات وأيضا بطولة التيك بول. أيضا رصدنا حضور كل النجوم العالميين في مدينة العالمين الجديدة، سواء نتحدث عن بطلة التيك بول ناتاليا ومايا وبعض نجوم أيضا المواقع التواصل الاجتماعي. الجميع يعبر عن مدى سعادته وفخره وأيضا تخيلها أن هذه المدينة، مدينة العالمين الجديدة، تحولت في وقت قياسي أن تصبح من أهم وأكبر وأحلى المدن السياحية في العالم وعلى خارطة المدن السياحية. نعم. في العالم. أيضا الممشى السياحي دائما كل يوم في مساء كل يوم يشهد ازدياد كبير من الزوار والسائحين، يلتقطون الصور أمام الأبراج وأمام أيضا الشاطئ المميز، شاطئ البحر المتوسط. أيضا حالة الطقس هنا في مدينة العالمين الجديدة جميلة للغاية مع حالة بالطبع الهواء الطلق. نعم. وهو ما يشغل الكثيرون. الطبيعية الجميلة. نعم. في مدينة العالمين الجديدة، وبالتالي سيكون هناك يعني حضور عدد كبير خلال الأيام القادمة لكل الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة. أشكرك محمود جميل على هذه الصورة المتكاملة من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين.